نكمل حديثنا عن نادي الزمالك. كل الجمهور نادي الزمالك كان قلقان، زيزو هيعمل ايه؟ زيزو هيغيب قد ايه؟ في اللي قال لك اسبوع، 10 ايام، 15 يوم، شهر. زيزو ان شاء الله باذن الله في المباراه القادمه بعد بكره موجود، والف حمد لله على سلامته والامور ماشيه معاه بشكل جيد جدا جدا جدا. وبعض الناس اتكلموا على مباراة الداخلية ان هي مباراة سهلة، مباراة اي حد هيلعبها مش مشكلة. مفيش في الدوري ده مباراة سهلة ومباراة صعبة، في الدوري ده فريق بيحترم الخصم، في فريق بيحترم الخصم. احترمت الخصم تكسب 1 2 3 4، ما احترمتش الخصم تنتظر المفاجآت. وكل عام وانتم بخير. الزمالك راجع الدوري الممتاز بعد فترة، عايز يقدم اوراق اعتماده زي النادي الاهلي النهارده، جمهوره اكيد هيكون حاضر، وموضوع ال 20,000 ده هيفرق مع الاهلي والزمالك والانديه الجماهيريه بشكل كبير. ولكن الاهلي والزمالك بالاخص الامور هتكون مختلفه تماما. مباراه الداخليه هي مباراه مهمه لنادي الزمالك، وزي ما قلت لكم حسبه صعبه وسهله وحسبه موقف في جدول الدوري الممتاز، ده ينطبق على النتيجة والتسعين دقيقة. في فرق الحقيقة عاملة ريمونتادا في الدوري الممتاز بشكل كويس، منهم النادي المصري مع علي ماهر، عامل شغل رائع جدا جدا جدا، وعلي ماهر قدم أوراق اعتماده وبيقدر ان هو يرجع فرق أيمن الرمادي مع سيراميكا، عامل أداء رائع جدا جدا جدا. إمبي الحقيقة بكل الظروف منظومة محترمة جدا وعامل أداء رائع وماشي بشكل كويس في أندية الحقيقة ماشية بشكل جيد جدا. زاد ابتدت المؤشرات، ابتدت الفترة الأخيرة الأمور أو النتائج تبقى في تذبذب، والكابتن مجدي عبد العاطي محتاج إن هو يعود بالفريق تاني على الطريق الصحيح، ودي نقطة في غاية الأهمية. الاتحاد السكندري ماشي بشكل جيد، على عبد العال في الجونة عامل أداء جيد جدا، أحمد سامي مع سموحة وطارق العشري مع الاتحاد، وعلى عبد العال مع الجونة. وأيضا الحقيقة منظومة سيراميكا منظومة رائعة جدا مع أيمن الرمادي، وقادرة أنها تصنع الفارق. بيلعبوا نهائي كأس سوبر، وطارق أبو العينين ورفاقه اتعودوا على السوبر. يا ترى عبد الحميد بسيوني هيكون ليه وجهة نظر أخرى؟ ولكن كمان بيسو مع طلاع الجيش متألق بشكل كبير. إيهاب جلال هيرجع تاني ياخد الإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي، منافسة كبيرة جدا. أحمد عبد الرؤوف رغم الخسارة النهاردة ولكن عامل أداء جيد، بيحاول يلعب بشخصية ولكن ممكن تكون الإمكانيات مختلفة. يعني أنا شايف الدوري الأسبوعين الجايين أو هيبتدي بعد العودة الأمور تبتدي تمشي بشكل جيد، ومنافسات قوية جدا في الدوري الممتاز. فتوح مش هيرست الجوميز بيه في المباراة القادمة وياخد الريسك ويدفع بيه، وأعتقد أنه هو هيسيبه شوية لما يطمن تماما على شفائه. وكل التوفيق، أعتقد أن صبحي ممكن هو ليعود لحراسة المرمى أو هيدفع بعواد، هنشوف.